اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. رمضان مبارك لكل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه جمعاء. مشاهدينا اليوم في صريح جدا راح نسالوا المواطنين الجزائريين كيفاش يجوزوا اول يوم من هذا الشهر الفضيل. بدون اطاله خلونا نشوفوا واش كانت الاجابات. بون صباح اون جينيرال انا رمضان ما نحبش نوض بكري. بونسكو شوي روتريتي دونك جو مي ليف 11 هكذاك 11 و30 ومن بعد بون نخدم شغلي تو سا نروح نقضي. نبدا نطيب نورمالمون 4 اور ندخل للكوزينه. لو بروميي جور تاع رمضان لو منيو سي كيما دار سيما وداروا كاع بكري، كاين المثوم باش يضحك، كاين الشوربه بالنيه المثوم والبوراك اون بلي و اسمو هذاك حمل حلو، حمل حلو لي سالاد بيان اونتوندو لي جو. انا ندير لي سيجار اوسي وندير قطايف سي ساكري ولادي يحبوه. السحور نديرو طعام، طعام بزبيب فوالا. وبيان سور التراويح سي تري امبورطون بور موا دوبي كو شوي روتريتي، جو نروح للتراويح باش نقرا القران باسكو لو كان نقعد في الدار جو سخي تونتي افواغ ان بو لا تيلي لي في هادو اللي يضحكوا سخطو تاع الضحك. نحب هذوك لي سيري تاع الضحك بصح كوم عندنا رمضان يجي خطره في العام واحد يعبد يقرا القران. توجو عادي صباح نروحو نخدمو صلاة شويه قران شويه الربعة شويه قضيه شويه شربات شويه منا شويه مليح. وهذا ما كان شويه نفطروا فيه راح بال العائله وهذه هي الحياة نورمال. ومور المغرب؟ مور المغرب باينة قهيوة دارو دخان تمشو شوية تهبط الماكلة صالة التراويح بعد صالة التراويح شوية قصرة في الحومة شوية قلب اللو شوية ضحك منا دخلوا الغد وغدوة صباح خدمة. أجمل الشهور وأروع الشهور شهر رمضان مبارك يفرحون جميع المسلمين خاصة الجزائريين لأنه له ذوق خاص ليس ككل شهر عنده متعة تاعو ماشي كيما متعة تاع الشهور الاخرين. تبقى من ناحية البرنامج تاع الانسان اللي كان يخدم يروح ينوض الصباح يخدم على الساعة يعاود يولي على العشية. حاجة المليحة ان شاء الله يكون الانسان كل جزائري معاه مصحف يقرا القرآن تاعو سي كيفاش يختم ختمة ولا زوج ولا ثلاثة كل واحد واش يقدر. اي سا روبوز كي تروح للتراويح في المسجد سا روبوز باش لون دومان تو روبون بيان لا جورني تعاودي تجوزيها نرقد شويه بيان سيغ من بعد نوضو نسحرو باسكو لازم ترقدي باش نوضي تسحري هكذا علمونا موالينا الكبار هكذا فاني قدهم كبيره قريب سيتو سيتو بعد يجوز رمضان بيان سادي غير ماشي غير الماكله واحد لازم يعبد لازم يسي في دو بيان او جون يصدق برا كي يروح كاش واحد يسحق حاجه يعطيلو يعاونو مام جارو جو سي با بي ما نلهفوش على الماكله نطيبو جوست كيفو. انا بيرسونيلمون ما نطيبش بزاف ديجا ما نعرفش نطيب نبجي جوست ما نحبش نرمي الماكله نو يا دي جون مساكين ما صابوش واش ياكلوا وان شاء الله تصوموا بصحه برمضان بصحه ولهنا تو الموند. كاين شفت مقبله واحد الاخت هكذا الله يبارك هزا مصحف وتقرا هكذا احنا جايين في الترام يعني هذا ترجع يعاود يرجع الانسان يولي يتادب يتخلق يولي انسان يعني كما نقول حنايا رزين تشوف يعني تشوف شعب جزائري رزين قيل هكذا يعني ما شاء الله. انا يعجبني رمضان. انا اول جور تاع رمضان نوض الصباح نصلي نروح للجمع نصلي ومن بعد نجي نقرا القران واحد زوج حزام ولا ثلاثه تلحقني تسعة نروح زيد الصوك كش ما تجيب العجوز كش خضرة ولا كش فاكهة ولا كش حاجة ونعم نجي كيف كيف نعاود نروح نصلي الظهر تاعي نورمال. العبادة هي العبادة وزيد في رمضان زيد شوية زيادة. برومي جور تاع رمضان كنت على كل حال الحقيقة كنت نجوج وكنت نرقد كنت نرقد بزاف. مي هذا العام إن شاء الله وشنو تراويح نصلي وشنو هذا العام إن شاء الله واحد يسقم روحه كيما نقولوا يرقد بكري نوض يسحر وكي نوضي صحر هي المليحة ما ترقدش تبقى نايض باش تبقى اون فورم وتروح تخدم على روحك تترزق. والعشية أنا خاطيني الشربات وعندي صحابي بالك ما شاء الله يديروا طابلة خفيفة سقايط ما ناكلش من التالي كي فاهمه. وكيما نقولوا الحمد لله إن شاء الله ربي قدرنا على العبادة نختموا القرآن وتراويح. أول يوم من رمضان نجوزوه كيما نقولوا بالصحة والهنا إن شاء الله. وأنا نجوزوه هذا العام 16 كي فاهمه. انا قرايه العام اللي فات ما كنتش نروح نقرا في رمضان خرجوني على جال هذه بس ناس ان شاء الله نسير لك لي روحي يعني نستاجي تما ونجي عشيه نسمى نرقد شويه وصيبو جاز رمضان. ياثر عليك الصيام شويه ياثر عليا شويه وراك ناوي هذا العام يعني تكون نشيط نشيط باذن الله. نجوز نروح نخدمو الصباح نخدمو نعدو نجو نصليو نتكاو شويه نرقد شكون نتكاو شويه نخرجوا جوال الخمسه هكذاك سته
نمشي شويه شربات شويه هاكي تعرفي بنادم يتشهى. نجوز راسي يوجع بعينه هادي راسي يوجع نوض شويه مديكوتي بصح مع التوالف مع الوقت سمانه ابري توم سمانه زوج سمانات ومع التوالف ومع دي حلا رمضان ومع تقول ما ولا مازال رمضان خير. نهار الاول تاع رمضان جوزوه نوضوا صباح كش ما نقضوا العجوز كي تعرفين هبطوا روحوا للمارشي كش ما نقضوا العجوز طلعوا نصلوا الظهر في الجامع نرقدوا شويه نوضوا العصر نخرجوا ندوروا مع اصحاب الحومه اذن لنا المغرب نفطروا وماشي نصلوا التراويح ونسهروا حتى العشيه حتى 4 تاع الصباح ولا 5 كالعاده كما قال لي جان الجزائريين وان شاء الله نتمنوا وربي يتقبل منا هذا الشهر ان شاء الله ويغفر لنا في هذا الشهر ونتمنوا باللي تعم الاخوه في هذا الشهر ان شاء الله ونيفيتو بزاف الصراعات في المجتمع اختي. نصوموا دين مانيير لوجيك بين السنه واش قال ربي وندي هذا هو المسؤول برومي جو ما لازمش يكفر ما لازمش يزعف لي ولي كاين لي الوجه تاع الماكله ياكلو بلا ما يروح يدوس برا هذه هي راه ميور شوز واقيلا نو الانسان قد ما يعبد ربي في رمضان قليل وحتى التراويح يصلوا كي يصلوا التراويح ماشي الانسان يجي يرقد انا نروح القيام الليل نروح نقدر الليل ما نرقدوش ساعه كاع في الليل حتى الصباح كاع المغرب كي ناكلوا نفطروا نشبعوا كما يقولوا كريشه نخرجوا نخرجوا ندوروا حطوا شي ماكله نجوا لاجيسون نروحوا حاجة بلاصة شابة صابلة تاع فاي صايدية صلي تراويح ها؟ صلي تراويح نصليو تراويح باينة نصليو كيش 4 ركعات 5 ركعات علاش؟ ها؟ علاش ما تكملهمش كامل؟ ما تكملهمش كاع ايتيك ماشي نايا لعني في الجو صليتو النص لا غنجوزو بيان اختي نجوزو انا كيما انا نجوزو بالخدمة كيف فاهمة راني خدام بريمير جور نجوزو خدامة كيف فاهمة كل ما نروح نخدم من تما نوالف الريت ما انا مادا بيا نروح نخدم باش نوالف الريت نتاع رمضان باين سمانه الاولى تجز شويه مزيره من بعديك توالفي كيف فاهم رمضان شهر الخير وان شاء الله ربي يغفر لنا ويهدينا اختي انا في رمضان ماذا بيا ما ناكلش بزاف انا نقص الماكله دائما نقص الماكله تاع حق رمضان ماشي يعني ماديا عندي لاباس يعني وانما انا ما نحبش ناكل بزاف في رمضان لازمني دائما شوف كان نقول الصح من الفطور حتى الفطور في السحور نشرب الماء شويه قهوه هذا من الماكله ما ناكلش لان الانسان اللي يحب يعبد ربي ما ياكلش بزاف نوض صباح نتوضا نصلي صبحتين نرقد هذيك شويه ومن بعدها بسم الله نبدا نخدم نتكل على ربي انا نخدم يلحق المغرب نطلع شويه قلب اللوش شويه شربات للدار كي تعرفي ومن بعد باينه تراويح نصلوا باذن الله يا ربي يغفر لنا صلوا تراويح تاعنا بعد عندنا هذيك سويعه انا وصاحبي حمزه عنده بيرطابه قدامنا نقصروا شويه اتاي شويه قلب اللوز ومن بعد نطلعوا ندير شربه وندير بوراك ندير سلاده ونوجد لاتاي من بعد ونسهروا ويجوني احبابنا يجونا جيراننا يجوا ولادنا ونفرحوا له ونصوموه الصحه بالصحه ولهنا ودايم رمضان كما قلت يجيب الخير معاه ماشي روح يبارك يبارك نعبدوا ولا نروحوا نواش ونصلي ولا نروحوا نصوموا باسكو لازم نصوم من رجلين حتى للراس فهمتي لا بروميير دي شوز افير سي سا يصلي باتر حيت ديما عينيك يصوموا تروح تصبح تقضي من بعد الظهر يجي الظهر تروح المسجد لو تريتي ولا نقولوا ما يخدمش يروح للمسجد يصلي ولا يخدم في خدمته هذه هي واش رايك هذا العام صليهم كامل ان شاء الله علاش لا لا راني ناوي نصلي قاعد كان صح اني ناوي نصلي عليه هذا ما نصليه في وسمي جامع كبير تجاير هذه هي ربي تبتك خويا ان شاء الله وصح رمضانكم جوزو نوض الصباح نصلي وصلاة الفجر ومن بعد ذلك نمشيو نقضيو يعني حاجيات رمضان هكي تعرفي ونقضيو ونشريو شويه من زلابيه يعني تاع بوفاريك يعني هذه زلابيه تقليديه في شهر سيدنا رمضان والماكولات تاعنا عندنا خبز خمير ثاني دائما هو خبز تقليدي ثاني في شهر سيدنا رمضان يكون في المائده تاع الافطار يعني وعندنا ثاني القلب اللوز وثاني كما قلتي رمضان مليح من بعد نصلوا صلاة المغرب ومن بعد نروح نصلوا صلاة التراويح يعني فرح يعني والله غير هذاك الشهر ما شاء الله الإنسان يدخل السكينة تاع الروح الإسلام ونكونوا يعني الصبر قتل الإيمان هو الصبر ونصبروا ونكونوا عندنا يعني صحة جيدة على بالك الإنسان كي يشوف سيدنا رمضان يتنور وان شاء الله ما ترموناش الماكله برك هذا ماكل الماكله الماكله والماكله ما ترموهاش اي نعمه تاع ربي انا نشوفوا الخبز ولا انا نشوفوا الخبز يرموا فيه هذا نعمه تاع ربي